اهلا بحضراتكم، ولسه مكملين معاكم في اولى فقراتنا الحواريه مع الاستاذ العزيز الاستاذ عصام شطوط رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن، شرفني منور صحتك، ربنا يخليك. عمر استمتع ان حضرتك تكون موجود معايا دايما، يعني بتقول كلام مهم جدا جدا على الصحه الرياضيه. بالعكس، ربنا يكرمك، احنا بنحاول يعني يكون في يعني حاله من ارضاء ضمائرنا، وان احنا نقول ما يمكن انه يكون كلام حقيقي، كلام يوضح للناس بعض مما يمكن ايضاحه يعني. طيب هبدا مع حضرتك النادي الاهلي، وختاما من كلام رمضان صبحي، والكلام مهم جدا قبل مباراه يوم الجمعه القادم امام بيراميدز. راي حضرتك بشكل عام في اللي قاله رمضان؟ والله قال كلام يعني كلام نجم كروي وقع لنادي الاهلي، بغض النظر انه رمضان واحد من ابناء النادي وفي عود يعني لمعسكره الاصلي، لكنه قال الكلام الاكثر يعني انضباطيه، انه كل من دخل على النادي الاهلي في انتقالات يناير هم لاعبين اكيد هيكونوا موجودين لتنفيذ مهام مكلفين بيها، وقال كمان ان هم في الجزء الجماهيري بيحتاجوا ان الجمهور يكون مساند ليهم، ودي الحاله اللي في كره القدم الاكثر ضمانه يعني. يعني نجم الكره لو ان هناك شيء يضمنه تماما هو زئير الجمهور، هو سبورت الجمهور، هو مساندة الجمهور بكل لغات العالم. طبعا طلب، هو طلب انه الناس ما تستعجلش على نتاج التغيير اللي بيحدث في الفريق الاحمر، لكن كمان لازم يبقى عارف انه رغبة التغيير دي بقت ملحة على جمهور الاهلي، وان النادي الاهلي جمهوره لما يشوف صفقات ما يرمز ليها بالعيار الثقيل لازم كمان يكون التحمل مش بعيد المدى يعني. الناس عايزة تشوف التغيير يطرأ سريعا يعني، مع وجود بعض النجوم لسد العجز في بعض المراكز، أعتقد أنه بيبقى أوان أن الناس عايزة تشوف المردود ده سريعا. بين كلام رمضان ورغبات الجمهور في نقطة تلاقي، أن هي الأهلي جلب كل ما يمكن أن يكون من إمكانيات، أو على الأقل 70-80% من المتاح أو المطلوب علشان الفريق يستعيد بريقه مرة أخرى يعني، وبالتالي نقطة اللقاء هي أن تقدم ما يمكن أن يكون واجباتك كلاعب، وبالتالي المنظومة تبقى بالنسبة للجمهور مريحة وفيها نوع من الطمأنينة على بكرة بتاع النادي اللي بيشجعوه. مفيش تعارض بين الرغبتين خالص. عم هل حضرتك ممكن تتوقع ان رمضان صبحي يوم الجمعه سواء هيبدا او ممكن ياخد جزء من المباراه، هل ده ممكن يحصل يوم الجمعه ولا لسه بعيد شويه؟ والله يعني ما عنديش حزبه ما، لكن في حزبتين، في حزبه يعني مصريه وفي حزبه عالميه. في كل العالم اللاعب الذي يتم يعني التعاقد معه تجده ربما في مباراه الغد، مش هنقول في مباراة بعد 3-4 أيام يعني، أو أسبوع أو يعني أيا كان عدد الأيام. أحيانا إحنا عندنا دي، ودي على فكرة بتسقط نجوم كبار طبعا. ليه؟ لأنه النجم وأنت راجل لعبت كورة يبقى جاي مش حابب يعني ما يسمى عنوان عفوا تحت الاختبار يعني، مفيش حاجة اسمها تأقلمة انسجمة هو لسه تحت التجهيز. لا حضرتك، أنت جايبه لسه خالع رجله من ملعب، كان جاهز، كان كواليفايد، كان بيلعب ضمن فريقه، بمعنى انه مستعد تماما. اذا كان في حيز اللغه، اللغه اللي هي اللغات الحيه يعني عربي انجليزي فرنساوي اسباني زي ما انت عايز، اذا كان دي بيسموها لغه عالميه في كره القدم، فما بالنا بالتاقلم يعني. يعني اي 5 ناس يا اخي لما بيتقابلوا في رحله في القناطر ممكن يلعبوا بعد لعبه والتانيه يبداوا يفهموا بعض، فما بالنا بنجوم يعني لا يمكن ابدا ان انت تتخيل او تصدق. بس ده من حيث التحليل، من حيث اني مراقب، لكن مش من حيث اني مدير فني. طبعا طبعا. وبالتالي اعتقد انه بيبقى اوان ان تدفع من نجوم مبكرا، بعيدا عن الحاله انسجم يستطيع الانتظار قليلا، الدفع بيه مش عارف على يعني على فترات او بالتقسيط. لا، كل ده كلام الحقيقه مش في الكره العالميه، بمقاييسنا احنا بقى في مصر، ولا اتحدث عن الاهلي بقى، بتحدث عموما يعني. هيحصل ولا مش هيحصل ده اللي هنشوفه، ولا ده الكثير من المشاهد دي يعني. في لاعبين وقع منك نص ثقلهم، لانه اللاعب عشان نقول له الجمهور
ويعرفوا انه النجم ممكن بعد شويه يقول لك وانا تحت التجربه بقى والانسجام، طب براحتهم بقى. ما هو جه وتعاقد وعارف قيمته وعارف ان النادي اللي جابه عارف قيمته، وبالتالي بقى اذا كان الجزء اللي على النادي انه انتظار او بالقطعه او بالتدرج. انا عايز اقطع كلام حضرتك للنقطه اللي لاعب ممكن يقول ان هو تحت الانتظار. انا دلوقتي نادي وبتعاقد مع لعيب وهو لاعب محترف وانا ليا واجبات وعليا حقوق، هو نفس الشيء، هل اللاعب يتمرن ويعمل اللي عليه وينتظر الفرصه، ولا لو الفرصه ما جاتش يبدا ان هو يتمرد ويبدا ان لا هو شوف انا بتكلم بشكل عام، مش بتكلم على الاهلي. ينتظر الفرصه ده اللاعب الذي لم يقدم دليل الخيرات في لعب الكره والحاجات، يعني ايه؟ يعني انت ما تجيبش السنتر فيرود بتاع الفريق اكس اللي هو لسه مخلص معاهم الدور الاول والاشتراطات بتقول ان الدور الثاني لو كانش انتقل كان هيلعب، وتقول لي لما يتاقلم. يعني قول لي حاجه غير دي، قول لي بقى الجزء اللي انت قلته الاول اللي هو ان عليه ان يتدرب وكذا، فربما يكون الاداره الفنيه رؤيه في الدفع به المباراه القادمه. اعتقد انه جزء من الاحتراف ان لم يكن هو الجزء الاكبر انه ده بيتقال له في جلسه فنيه، انت هتبدا معانا مش عشان يعني ترتيبات اللي هي زي ما تقول شروط يعني، لا يعني بيتقال له فنيا انت هتبدا بقى تخش معانا الجيم او الجيمز او الماتشات بعد اسبوعين ثلاثه، لان احنا محتاجين بعد ما شفناك في التمرين ان انت تشوط 50 كوره وتلعب 50 هيدرز ومش عارف تعمل كام تاكلينج، يعني هناك رابط ما هيخلي وجهه النظر دي تسود. انما فكره طبعا ان هو يتمرد او يطلب ما ليس من حقه الا وهو المشاركه اساسيا من عدمها، لا دي مش في الصنع خالص. انا بكلمك على ازاي بتدار الامور. هو يعني اذا قلنا منطقين انت دخلت عليهم منطق ثالث بسيط الا وهو الجلسه بقى دي. احنا قلنا اما ان ياتي ليلعب فورا ما دمت محتاجه، وما تقوليش انه الاشتراطات بتقول تاقلم وانسجم، لكن قول لي بقى ان رؤيه الجهاز الفني بتقول انه خلال المباراه القادمه لن يتم الاعتماد عليه بصوره فوريه. ده اكيد يتقال له بقى، مش محتاج انا وعمر او انا واي حد او مذيع واي محلل يراجعه، لانه ده طبيعي جدا. طب ده شأنه وكان راي حضرتك في رمضان صبحي. بالنسبه للجمهور الاهلاوي اللي بيسال على اللعيبه الاخرى، هل شأنها شأن رمضان صبحي ولا حضرتك شايف ان هم اجهز بعض الشيء كونهم لسه مخلصين اخر لقاءاتهم مع فرقهم سواء دجله او سواء المقصه، وبالتالي ممكن محمود وحيد او محمد محمود يكونوا على جاهزيه اكتر من رمضان صبحي استعدادا لمباراه يوم الجمعه القادم امام بيراميدز؟ من حيث التجهيز وما يسمى صيغه المباريات او سنس المباريات، لا طبعا الاثنين التانيين اجهز بكثير ومعاهم جيرالدو. احنا بنتكلم بقى عن الاداء الفني جدا 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 اهو ثلاثة جدا. انك انت بقى قادم من مباراة زي ما قلت لك، انت قادم من اخر مباراة لفريقك لتلعب المباراة اللي بعدها على طول، اما مع فريقك لو ما انتقلتش او مع فريقك الجديد ما دمت انتقلت. وبالتالي اعتقد انه طبعا الاخرون في لياقة المباريات اجهز من رمضان صبح، لان احنا لما شفنا رمضان ودي حاجه يعني عبقريه الحقيقه من شاو غريب لما عملها، انه يتحدث مع المدير الفني ويحصل ربط مع المدير الفني للفريق الاول اجيري، ثم ينقل الحوار بصيغه او باخرى لاداره النادي رمضان في انجلترا، ثم ياتي به لمنتخب سنه وهو المنتخب الاولمبي. كان باين ان رمضان بيستعيد لياقه المباريات كل دقيقه، يعني فورمة المباريات تحديدا. وبالتالي لا طبعا في أجهز من رمضان للمشاركة الفورية، لكن مين يقول أنه رمضان يبقى موجود وما يبقاش ضمن بنك الاحتياط؟ احنا اتفقنا أنا وانت كده مرة هنا برضو في قناة الأهلي أن الكبار ليس لديهم دكة بدلاء، لديهم بنك احتياط، لأنه الثروة كلها زي بعضها، لكن في الحداشر وفي زملائهم، يعني مش بدلائهم مش احتياطيهم. وبالتالي أكيد ممكن رمضان يبقى ضمن 18 لاعب مهيئين للمباراة أو يتم الانتظار، ده في تخصيص الحالة رمضان صبح. لكن وجهة نظر أنا المتواضعة والتي لا تمثل أي صيغة ولا أي نسبة أمام رؤى الإدارة الفنية في الأهلي أو حتى في فريق شارعنا مثلا في الجيزة، أعتقد أنها مختلفة. لكن وجهة نظر عندما تشتري لاعب فورمة مبارياته جاهزة لابد أن يلعب بكرة الصبح. صح.
طيب هنروح من اللعيبة للمايسترو المدير الفني اللي بيقود مجموعة اللاعبين ليوم المباراة، وعايز أعرف رأي حضرتك في مارتن لاسارتي بعد ما تولى المسؤولية رسميا، والنهاردة تاني تدريبات لي أو تالت يوم لي على التوالي مع الفريق، ورأي حضرتك في الفترة اللي جاية وإزاي مستر لاسارتي ممكن يتعامل مع الفريق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وخصوصا مباراة بيراميدز يوم الجمعة. أكيد الراجل اتفرج، ما أعلمه أنه كان معاه حوالي 6 ماتشات أيام التفاوض الأولى، يعني رحوله أعتقد عبر وسطاء عبر أصدقاء، وبعدها شاف ماتشين تانية دي 8، ثم شاف هنا في الملعب ماتش أو ماتشين، ثم طلب 4 مباريات وهو يغادر بعد ما وقع العقد، وبالتالي يملك رؤية عن أغلب اللاعبين أو الأغلب الأهم من اللاعبين الموجودين في النادي الأهلي، ومن ثم أيضا أكيد لملم كل ما حول الصفقات الجديدة، ثم درس الآخر منافسيه، الناس دي بتشتغل كده بطاقم عمله بالراجل الترينر اللي معاه، حيث أنهم هم طبعا ومحدش ينزعج يعني ما عندهمش وظيفة اسمها المدرب العام طبعا. عندهم كوتش وترينر ثم فريق عمل طويل عريض قصير مش مشكلة، لكن مع فريق عمله قبل أن ينضم لي في مصر بقى محمد يوسف وسامي قمصان وباقي التيم أكيد درس ده معاهم، وبالتالي هو نفس الصيغة اللي قلناها على اللاعب، هو أيضا يعني في واحد يقول لك والله ده راجل جريء، الراجل جه قال لك هلعب أنا، لا هو لا جريء ولا بطيء، لا شجاع ولا جبان، هو رجل محترف أتى فلم يكن هناك وقت لإتمام مهمة أن يكون في الملعب ومن ثم يقود التدريبات ومن ثم يضع استراتيجيته ويبدأ طريقة فنياته اللي أكيد هيبني على اللي لقاه، مش هيروح رامي كل الخرائط وكل الخطط صح. ثم ينهج ناجي جديد صح. على الأقل ده لو محتاجه هيحتاج فيه وقت وهيحتاج فيه فترات توقف، قد تكون فترة الإعداد مفيش أي كلام ثالث، هو كلامين مفيش غيرهم، وبالتالي الرجل تولى المهمة حين بدأ مستعد تماما وهناك فاصل زمني يسمح له بعد أن تابع خلال الأيام اللي جاهز نفسه للرحيل من بلاده إلى القاهرة، جاهز نفسه بقى بالمذاكرة، ثم لما جه هنا على الأرض بدأ يتحمل مسؤولية، وبالتالي قام بتدريب الفريق هو وفريق عمله كاملا على مدار 2 أو 3 أعتقد، ومن ثم هيبدأ بقى هو يبقى الحاكم بأمره في الفريق. هل حضرتك شايف ان الكلام والمحاضرات اللي مستر لاسارتي حريص على توصيلها للعيبه وانه يتكلم معاهم قبل التدريب وخلال التدريب وبعد التدريب، هل حضرتك شايف ان في الاول دي مهمه علشان يبدا يحط ايده على كل الامور الفنيه والغير الفنيه داخل الفريق؟ مؤكد، لان انا النهارده يعني عرفت انه قعد مع المدافعين ثم مع لاعب الوسط ثم بالزبط. مع المهاجمين يعني على مدار الوقت اللي قضى معاهم خطوط تمام يعني بالزبط. وبالتالي اكيد بيتكلم معاهم في انه كل ما لدينا هو ان نقدم جديد، ان احنا ما نقعش في حجم اخطاء، لا توجد كره بدون اخطاء، ولكن صح. المؤكد ان هو قال لهم ما رايته انه انت وفلان وعلان وتركان لعيبه كويسه جدا، قد يكون لدينا بعض الاخطاء لكن لدينا الاهم هو الطموح في تقليل الأخطاء من ناحية إلى أن تنتهي تماما معادلة الأخطاء الجسيمة، أولا الناتجة عن قلة خبرة البعض أو ما يسمى توتر، ولو أن أنا بكره حكاية توتر وملعب ومطرة مع الكبار، مفيش حاجة اسمها كده، لماذا يتوتر اللاعب؟ إزاي يعني يتوتر؟ هو إزاي ما بيتوترش وهو بيمضي العقد؟ هو إزاي ما بيتوترش وهو نجم؟ رغم أنه يستحق العقود، لأن أنا قلت لحضرتك قبل كده ودي معروفة في كل العالم، اللاعب هو فرس الرهان، اللاعب هو عصب الصناعة، اللاعب هو سبب كل المكاسب المادية التجارية إلى جانب بهجة الجماهير في أي فريق، ومن ثم يستحق كل ده، بس هو ساعتها برضه بيبقى مركز الحقيقة يعني، ومركز العقد فيه كام بند، مركز الرزمة فيها كام ورقة، ومن ثم لازم يركز كمان إن اللي لازم تتشوط تشيب يتدرب إنها تشيب، لأنه الحارس ما عندوش حل غير إنه ينزل تحت فما يشوطهاش، ثم يأتي المعلق شلتوت فيقول يا حظك، لا مش يا حظك، يا تدريبك، يا تركيزك، ومن ثم أعتقد إن دي خطوط فاصلة، لاعبتنا في مصر أذكى بكتير من لعيبة في بلدان أخرى، وبيتلقوا من المدربين سريعا، خاصة لما يبقى مدرب أنا حاسس إنه عامل حالة حتى قبل ما يبدأ، هو عنده خليط من الدراما كده
يعني بينه وبين اللعيبه بيعمل سيناريو يا عمر للفريق سواء على مستوى الكوره او على مستوى التعامل الشخصي مع لعيبته. ده اللي هو هتلاقيه من نوعيه اللي بيضحك احيانا ثم يغضب فجاه ثم يعود مره اخرى للابتسامه ثم يحذر ثم ينذر ثم يكافئ. تركيبه الكوتشات اللي يعني بحكم سنين الخبره اللي عشناها اللي بتقول انه ده هو الكوتش الذي يبدا طريقه ويؤكد انه ناجح لا محاله. وبالتالي الراجل لاسارتي او لازاراتي سموها بقى زي ما يسموها في السكه دي او من الشريحه دي. عشان كده محدش قادر يتصور هو هيبدا برباعي جديد ولا بثلاثي جديد ولا هينتظر قليلا. طيب دايما احنا بنشوف ان كل مدير فني بيكون موجود اجنبي بيبقى معاه مخطط الاحمال الخاص بيه اللي بيجي معاه اللي من بلده اللي بيعرفوا يتكلموا نفس اللغه، وبالتالي دي بتسهل الموضوع او بتسهل المأموريه على المدير الفني. أليخاندرو مدرب الاحمال ومخطط الاحمال هو واحد من افضل المدربين المخططين للاحمال في العالم. هل حضرتك شايف ان هو هيكون ليه دور خلال الفتره القادمه علشان قصه الاصابات وقصه معدل اللياقه البدنيه قصه الاجهاد، خصوصا ان هو الراجل هو اللي جايبه معاه وهو اللي قايل على اسمه، وبالتالي دي بتبقى فيها نوع من انواع الانسجام وان هم يريحوا بعض في الشغل؟ مفيش اجنبي عموما يعني، وبالتالي يفترض ان مفيش مدرب اساسا يعني يشتغل من غير فريق عمله. طيب يعني كان مستر كارتيرون يعني يرسوله فريق عمل ما ينفعش. يعني حضرتك شايف ان مستر كارتيرون وليندمان الموضوع ما كانش فيه توافق ما بينهم بسبب ان ده من بلد وده من بلد وما مشتغلوش مع بعض؟ مش بس كده ما اشتغلش معاه على فكره. كويس انك قلت. صحيح الرجل يبحث عن تطوير كل الادوات مظبوط، واللي هي طبي بقى حتى البتاع الشخص الخشبي اللي الناس تشوف يعني كل الادوات كل حاجة. الانساني منها والجمال صح. ومن ثم بيطور في كل ده، لكن لامانه النقل المسؤول عن الاصابات والتاهيل واللياقه هو فريق التاهيل، وبالتالي قبلهم المعد البدني. عشان كده هذا الرجل لا يتعامل مع الطبيب، هذا الرجل يتعامل مع المدير الفني، هذا الرجل من ضمن فريق عمل المدير الفني. فريق عمله الفني كمان مش الطبي، لانه في بعض مدراء الفنيين بيجيبوا معاهم حتى الطواقم الطبيه. يعني مفيش بقى بعد كده بيجيب معاه حتى متخصص التغذية لأنه ده فريق عمله اللي بيقول له عايز ده كم سنتي، عايز ده يجري قد إيه، عايز ده رشاقة، عايز ده مرونة، عايز ده كذا. وبالتالي هو ما كانش فيه أي صيغة أخرى غير أنه يبدأ على الأقل بالترينر اللي هو الراجل اللي بيمسك ودنه ده مع زين الدين زيدان وجوارديولا ولاسارتي وأي حد، هو الترينر ده يبقى الناس كلها بتحتفل بهدف أو حتى زعلانة على إضاعة فرصة وده هنا على طول بيتكلم. ده الترينر الذي نطلق عليه أحيانا المدرب العام في المحروسة العظيمة دي. ومن ثم باقي الفريق بقى ما بين واحد بتاع تحليل الأداء وفي واحد بيقعد عشان الرصة ملمومة ولا يعني محتاجة تتفرش شوية. وبالتالي ده فريق عمل أهم اتنين فيه هم اللي جم مع الراجل صح، الترينر ومخطط الأحمال. ومن ثم الباقيين ما علمته ان اتقال له انت قلت ان مصر بلد كبيره تسمع عنها تسمع عن النادي الاهم في القاره كلها، اذا الحكايه انت عايز اربعه ولا خمسه ولا سته تعال شوف من بين اختياراتك ما بعد الاثنين الاساسيين جدا، شوف لو ما لقيتش طموحك ان يستكمل بطاقم مصري اكيد وقتها نادي بيقوده واحد من رموز الكره زي مثلا في بايرن ميونخ بيكنباور اسمه محمود الخطيب مع الاهلي في مصر اكيد هيوافق لك في ثانيه صح. انت استكمل الجهاز وعلى الاساس ده الراجل وافق انه يجي ويكمل جهازه من المصريين لانه ده كان رايه في البلد وفي انه النادي ده النادي الاكبر والاهم ولديه قياده كرويه تماثل عندهم زي ما قلت لك الكبار في شان كره القدم. اللي جاي بقى ايه؟ اللي جاي هو ان يخرج فريق العمل ده كامل طاقته، وعشان كده محتاج الاعلام يقول للجمهور العام ولجمهور الاهلي ما دام الكلام عن الاهلي ان ما نعلمه كاعلاميين ومحللين ومتابعين ان البرامج البدنيه لا تتم في اسبوع ولا اثنين صح. يقال انها تستمر قرابه الثلاث شهور، يعني بيبقى الاستراتيجي ده والخطه محطوطه على ثلاث شهور تبدا طبعا تبان خلال ايام العمل، لكن يتم ملء الفراغ إن كان هناك فراغ بدني
وتأهيلي ما معنى أن الإصابات تبدأ تتراجع خلال 90 يوم، هي مدة الخطة البدنية التأهيلية. زي ما لسرتي عقد جلسة مع اللعيبة، عقد جلسة أيضا مع الكابتن محمد يوسف وكابتن شلبي الحفيظ علشان يتكلم معهم في كل الأمور الفنية سواء السابقة أو القادمة أو الحالية. هل حضرتك شايف الجلسة أيضا هتكون ليها أهمية وليها فايدة في مشوار الفريق في الفترة اللي جاية؟ مؤكد، لأن هي حوت يعني ملفين. الملف الأول أن يستكملوا معه ما هو معلومات عن الفريق والفرق المنافسة وطبيعة كرة القدم، والملف الآخر هو بقى بيقول لهم هنشتغل ازاي بالزبط في اللي جاي، لأنه هو قائد العمل. مدى الاستفادة تصل للكمال 100%. ليه؟ لأنه هو كان يحتاج ما لديهم مما تبقى من معلومات، لأن ما أعلموا أنه هو قبل ما يغادر ويجي في المرة الأخيرة كلم لي معلومات كثيرة جدا وخد ملفات. لكن زي ما الناس تابعت في مباراة الأهلي والداخلية كان عمال يسجل، اللي بيسجله ده مشاهدات، وبالتالي جلسته الأولى أو قصدي ملفه في الجلسة الأول اللي هو يستكمل باقي المعلومات والردود على أسئلته الاستفسارية اللي احنا طبعا نعرفهاش، لكن أكيد كان عنده أسئلة. هو عمر ليه ما بيلفش؟ هو عصام ليه ما بيوقفها؟ كذا السؤال ده. ثم يبدأ بقى لهم طيب، وعلى هذا يا مدير الكرة، يا كابتن يوسف، يا كابتن فلان، يا كابتن علان، شغلنا بقى من يوم السبت 1 2 3 4، يبدأ يخطط العمل. طيب دلوقتي لو حضرتك مدير فني وتوليت تدريب أحد الفرق، هل حضرتك هتبني على القديم ولا تاخد الإيجابيات من القديم وتبدأ تلعب على إعطاء كل الفرص لكل اللعيبة اللي موجودة علشان كله يكون عنده نفس الحماس والروح؟ لا، مفيش وقت لإعطاء كل الفرص لكل اللاعبين، اللهم إلا يعني حدث متغير، وأتوقع أنه الوقت بس هو اللي هيخليه يعني ما يحصلش، لكن أكيد مع خواجة ومن هذا الطراز أكيد هيحصل، ألا وهو المباراة الثانية. فكرة فريق الرديف بتاعت أوروبا، هو ابن التجربة دي، وبالتالي ما لديه من لاعبين لمباراة رسمية، المباراة الجاية بيراميدز مثلا، ثم بعد بيراميدز تاني يوم لازم يلعب تيم تاني، فريق تاني، بحكام، بمكافآت، وكأنه يعني ماتش هام جدا جدا. وبالتالي هو هيبني على القديم، بس هيبني على الجزء الثاني اللي انت قلته، على ايجابيات القديم، يعني هيبني على اللاعب الموجود اساسا والجاهز والاقرب ل 100% من فورمته، لكن لن يغامر بتجربه عمر او عصام لمجرد انهم معدودين عليه، وان ملفهم يؤكد انهم لاعبون من طراز اهلي جدا جدا، انما ما خدوش ولا ماتش، مش هيبدا بقى بيهم، انما يبدا باللي رجله في الملعب بلغه الكوره يعني. طيب تقول ايه الجمهور الاهلي اللي ممكن يشوف مباراه بيراميدز الجايه ويكون التغيير محدود في التشكيل او في شكل النادي الاهلي؟ هل حضرتك تقول لهم ده الطبيعي في كره القدم ان ضيق الوقت وبالتالي مش هيكون في بعض التغييرات الكبيره في تشكيل الفريق ولا في شكل لعبه، ولا ايه اللي حضرتك ممكن تقوله للجمهور من خلال مباراه بيراميدز اللي جايه؟ لا، مش من خلال مباراة واحدة، لكن اللي أقوله لهم وأكون صادق معهم ومع كل جمهور بنلتقيه من فضل الله وبيطفي علينا إن صح يعني إحساسنا بعض من الاحترام، يعني إن أنت بتحاول تقول لهم الحقائق. الحقائق تؤكد أن المدير الفني وحده، ما دامت هناك ثقة، ما دامت ما فيش صياحات جماهيرية، إنه في ساعات كده أندية تجيب مدرب فتلاقي الجمهور عبر القراءة والشباب منهم تحديدا عبر العوالم الافتراضية الرهيبة دي بيبدأ يستجلب سيفيهات، صح ولا لا؟ صح. فبتبقى ضعيفة، فبيبدأ يقلق، فبيبدأ يسأل، فبيبدأ يمتعض، لأنه البداية فيها نقط ضعف، لكن مع مدرب هم شايفينه الأقرب لأنه يبقى كامل الأوصاف. ومن ثم ما عنديش حاجة أقولها لهم اللي هي فكرة أن اصبروا قليلا قد يقدم الرجل أو قد بالزبط كذا أو ماذا، لا، أقول لهم إذا أنتم وثقتم أنكم هناك حالة كده من الارتياحية أن الإدارة اختارت مدرب من كلاس إيه، إذن هو يعمل بنفس الطريقة. صح. يعني محدش هيقول له لاعب عمر عشان صاحبنا أو لاعب عصام عشان قريبنا. صح. لا، الرجل سيشكل فريق، ما سيقدمه هو الأقرب بنسبة 99% للصح من وجهة نظره، واللي أنا بأكد لهم بقى أنه بدم من طراز إيه ده أو من كلاس إيه،
مش هيغير وجهة النظر دي، لكنه هيغير بعض المستويات بمزيد من التدريب والعمل يا عمر. طيب عايز اسال حضرتك على وجود الكابتن محمود الخطيب في تدريبات اليوم، واكيد رساله مهمه وواضحه وضوح الشمس مؤكد ان المباراه القادمه مباراه قويه بعد التعادل اللي تعادلتوه مع الداخليه، وبالتالي مفيش فرصه ان احنا نخسر مزيد من النقاط. ازاي شايف وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في ميران اليوم؟ الكابتن محمود الخطيب راح النهارده كرئيس النادي الاهلي، وقبل ده كنجم كره قدم ارتدى هذا الشعار وفرح معاه ويشعر حتى بلحظات الانكسار الجماهيري، ومن ثم هو رايح علشان الكل يؤدي ما لديه من مهام. انت من الناس مواليد النادي الاهلي كعمر ربيع ياسين، وتعي تماما ان الحساب ليس على فقد نقاط او حتى خسائر في مباريات في النادي الاهلي، ولكن على هل قدمت ما تحتاجه هذه الجماهير، هل قدمت ما يحتاجه الشعار الاحمر ده. اذا قدمت ده نتائج مقبوله، وجزء منها يمكن تصحيحه وتبديله بمزيد من العمل. كابتن محمود الخطيب وجوده النهارده بيؤكد الرساله دي، انا جاي مع قياده فنيه جديده، جاي بقول لكم يلا يا شباب، مش بقى مباراه بيراميدز كبيراميدز لانه هو عنده الحقيقه تشكيله جامده جدا بالزبط. لكن بالزبط. لانه من هنا ورايح ما عادش ينفع نقعد نواسي بعض ولا نتكلم عن فرص ضائعه ولا ان جنرال حظ لم يرافقنا الليله، حتى من غير ما يقول الكلام ده. هذا هو المعنى الذي كان كابتن محمود الخطيب يريد تصديره للفريق، وقبل الفريق لإدارته الفنية، بيقول كمان للجهاز الفني أنا في ظهرك، أنا مسؤول عن أن أقدم لك كل ما يمكن أن يكون في خدمة العمل. طيب إدارة نادي الأهلي عمرها ما بتبخل ولا تبخل على دعم الفريق من صفقات، وأوريدي دعمت أو دعمت الفريق بخمس صفقات لحد دلوقتي، لكن الكلام بيحوم حول التعاقد مع لاعب بعينه زي حسين الشحات. هل حضرتك شايف ان اداره الاهلي ممكن تبرم بعد التعاقدات الفتره اللي جايه، وخصوصا حسين الشحات، ولا الاهلي يكتفي فقط باللعيبه اللي تم التعاقد معاها وبالتالي يقفل على لعيبته ويستعد لافريقيا والدوري؟ يعني المعلومات صعبه، انت عارف في النادي الاهلي يعني طبعا. انت اهو واحد من فريق العمل في قناه النادي الاهلي، لا اعتقد ان لديك معلومه كامله يعني لا. وبالتالي السرية. وده من حسن الاحتراف طبعا يعني. وده طبعا. شيء كان مفقود وبدا يعود في النادي الاهلي، ويمكن جزء من يعني اغلاق فريق الزمالك على نفسه هو اللي عامل الحاله دي من تفوق الفريق يعني في نقاط المسابقه طبعا. وبالتالي الاقرب لمنظومه الاحتراف كان دائما هو النادي الاهلي اللي هي فيها فكره السكرتة يعني. لكن بين الاهلي في الطريق للتعاقد مع حسين الشحات، حتى بعد البيان اللي اصدره نادي العين امبارح يا سيد الفاضل، هذا البيان يؤكد ان الاهلي في الطريق للتعاقد مع حسين الشحات. هذا ما يؤكده احد اعضاء مجلس الاداره، صح كده؟ مش انت قصدك على كده؟ مظبوط طبعا طبعا. وهو رجل يقدم عمله، لكن يعني العبد لله كتب كده حاجه انه الشحات والاهلي بين الحب الممنوع والجراه في التنازل عن ما حدث بوجود حسين الشحات من اقبال جماهيري، حتى سيبك من النتائج، وانه ملعب العين بقى بيشوف 12 و13 الف متفرج في مباريات عاديه، لانهم دول الجاليه المصريه الاهلاويه، وبعضها طبعا من مشجعي انديه اخرى، لانه هو لاعب مصري في البدايه والنهايه، ومن ثم هم لانهم عاملين دوري محترفين حقيقي عايزين يخلوا الحاله دي، فهم يعني بسيطه ما تستبسطهاش. لكن ما اعلمه من الناحيه الثانيه يعني عبر الطيران للامارات ان هناك نجم، بس الاسم واقع من دماغي يعني، يا ريت حد من زملائنا الشباني يقولوا لنا، اتم المدير الفني لعين التعاقد تقريبا مع دومبيا تقريبا معاه. وبالتالي حسين الشحات اللي هو جاي جاب كل شنطه ومكنه الحلاقه بتاعته وكل حاجه، ولا دي هدايا؟ لا اعتقد ان هو راجع للعين بسهوله، ولا دي هدايا لاصحابه؟ وارد جدا وارد جدا، خاصه وان هناك محبين للاهلي. الفارق المادي ليس المأمول، يعني المليون دولار زي 20 مليون دولار، لكن الاهلي يتعامل بمنطق لن يدخل مزايده، سيعود الاهلي وانت عارف ده لفكره الفئات، لانه اللي كان بيحصل قبل كده كان سببا مباشرا الى ان جاءت الاداره دي وبتحاول تعيد تاني نفس الصياغه.
الاداره الحاليه ومجلس الاداره الحالي، اللي هي صياغه عمر وعصام كلاس بي، يبقى لازم يبقوا عارفين ان في كلاس ايه فوقيهم، وهم بي يبقوا اللي جي عارفين انه في سي تحتيهم او ا ب ت كده يعني. وبالتالي اعاده الصياغه دي هتخلي الاهلي، الاهلي النادي والخزينه لن يدخل في مزايدات على حسين الشحات، اللهم الا مزايده الحب وحاله التآخي بين الاهلي والعين وشركاء في الحب اخرين، يعني اوان اسمائهم كشفها صعب لان هم من الذين يقدمون للنادي الاهلي ويرفضوا وبقولها لك للمره الثالثه ويرفضوا ذكر اسمائهم. طيب النادي الاهلي بيبرم تعاقدات في كل الخطوط، لكن الجمهور الاهلاوي بيسال هل الاهلي ممكن يتم التعاقد مع لاعب في قلب الدفاع وبالتالي كثرة الإصابات وغياب اللاعبين عن الأهلي في خط الدفاع في الفترة الأخيرة، هل ممكن الأهلي يتمم التعاقد مع لاعب خط دفاع قوي؟ وقال حضرتك شايف أن عودة المصابين هتكون كافية في سد ثغرة الخط الخلفي وصمام الأمان للنادي الأهلي؟ فورا لا، لأنه أنت عندك في قلب الدفاع السردباكين يعني بلغة الكرة، يصعب أن أنت تقول أنه في أربعة جاهزين جامدين عتاولة يتبادلوا المركز، أربعة على الأقل. ليه بقى؟ هتخرج رامي ربيعة اللي إلى أن يعني نعرم من الجهاز الطبي الجديد والدكتور العظيم اللي انضم للتأهيل ثم محمد وفاي. محمد وفاي ثم المعد البدني أليخاندرو، وبالتالي هنعرف بقى ربيعة أحد أعمدة الدفاع المصري الظروف إيه معاه. سعد سمير كمان، أدي كمان لاعب اخر او سردباك اخر، انت محتاج يا واحد يا اتنين احمد طارق والجزار واخرين في فريق مبشر. يعني ما ينفعش التعاقد مع لاعب سوبر في الفتره الخيره طبعا ينفع الحقيقة. ما انا بقول لك لا، بالعكس ده انا بقول لك انك انت تولد من الموجود حالا حالا صعب تمام بالنسبه للصفقات السوبر اللي انت طرحتها، لكن في على الاقل ثلاثه هيبقوا سوبر من الاسماء اللي بنقولها، احمد علاء والجزار وفي لاعب تاني برضو تحت في النادي تحت 17 سنه. كمان ايمن اشرف لما بينضم ليهم من مركز الظهير الايسر بيلعب معاهم. انا برضو بحيد ايمن اشرف عشان ايمن اشرف لازم يبقى في اتجاه علي معلول، لانه انت رايح بقى على البناء الكامل زي ما قلنا وعلى التطوير الشامل اللي بينشده مسؤول الكره كابتن محمود الخطيب، رجل مفوض بهذا الشان، وايضا الجمهور العظيم اللي بينتظر بقى التطوير بتاع يناير. ومن ثم لازم وانت بتحسبها على الاقل من وجهه نظر المتابع انك على طول تحط ايمن اشرف ظهير ايسر، فيبقى عندك محمود وحيد كمان معاه، فاحنا بنتكلم في ثلاث لعيبه ناحيه الشمال منهم بعيد بيلعب مركزين ويقدر يخش جوه. دي الميزه بقى، تقدر تلعب بيهم اتنين ويهاجموا، ثلاثة وواحد يلعب ديفندر ناحيه الشمال كمان، لكن عنده لمسه في الكوره زي عبد الشافي في موسمه الماضي مع اهلي جد، ما بيرجعوش باك ليفت قوي، الراجل بدا يستغل سنه، يشعر هو ايوه ان سنه وان باصه كويس وانه بيعرف يروح بيعرف يعني ايه فهمان شويه في الكوره زي ما بيقول. ومن ثم انا بقول لك الاهلي اما ان يتعاقد مع ظهير ثالث واحد بس واخد بالك، او يرجئ ده ويستكمل مشواره بالموجودين ويدبقها بقى زي ما انت قلت بايمن اشرف احيانا او اخرين، لغايه لما خلي بالك الديفندرات ولاعبوا الوسط السوبر اللي جم على الهجوم بالتطويره والاسماء الجديده دي هتقل اللود على السردباكات على فكره، وبالتالي قد ينتج عمل منظم لا يحتاج للمدافع السوبر، لكن لو في مدافع سوبر فورا اكيد الاهلي مش هيسيبه بس السوبر، عشان كده ما اعلمه وقفت المفاوضات عن مدافعين جامدين بس مش سوبر، وقفت المفاوضات. طيب انا هاخد من كلام حضرتك ونروح لمقوله دايما كنا بنسمعها واحنا صغيرين، ان قوه هجوم الاهلي وقوه اطراف النادي الاهلي بتبقى مقلله العبء الهجومي من الفريق المنافس على خط دفاع الفريق، وبالتالي ده اللي احنا ما بقيناش نشوفه الفتره الاخيره. لكن هل حضرتك شايف بعد التعاقدات اللي الاهلي ابرمها خلال فتره الانتقالات الشتويه هترجع تاني المقوله ان خط هجوم النادي الاهلي قوي جدا بما فيه ان ما بيسمحش او مش بيدي فرصه للفريق المنافس ان هو يهاجم النادي الاهلي؟ ما ده اللي انا بقوله لك، يعني ده اللي انا كنت لسه قايله لك، انه ده عايز اخد بقى من كلامك، ده اللي هيقلل العبء مش على الفرقه، على اللي بيفكر في التعاقدات، انه بدل ما يتعاقد مع مدافع الا لو كان سوبر قوي وجاهز وما يكلفكش اجنبي من وجهه نظري تمام، او يعومها بده لانه
الإضافات في نص الملعب والهجوم راح لا محالة على تقليل عودة الكرة في اتجاه مرمى الأهلي. صح. وبالتالي أنت فاكر أيام محمد شوقي، مش هنبعد عن كده يعني. لا، محمد شوقي كان بيبقى ليه سنس دفاعي، حسام عاشور جنبه، فكان يبقى ساعات هو ينطلق نحو الهجوم والتسديد، ويبقى عاشور قاطع طريق كعادته حتى الآن. وبالتالي تقليل اللود ده نفسه هيبرز عند مدافع الوسط والقلب في النادي الأهلي جنب طرفين جامدين، هيبرز عندهم أفضل ما فيهم. لأنه الحقيقة لازم الأول تبقى عارف أن الدفاع يبدأ من الهجوم. صح. دي نظرية يعني تحقيقها زي ما أنت قلت في الأهلي كان هو ده البداية والنهاية. صح. وبالتالي كان دايما كده، مع احترامي في أجيال سابقة، لا يمكن تلاقي ما مكان المدافعين سوبر، لكن مش بعظمة الأسماء اللي في نص الملعب وفي الهجوم. صح. خلينا سرعة. صح. وبالتالي هي دي التركيبة الأهلوية. أعتقد أنه ده اللي هم شغالين عليه دلوقتي. طيب هنروح بسرعة لبعض الجوانب الفنية. وقبل لقاء بيراميدز سؤال مهم، ازاي لاسارتي بعد ما كان بيشتغل في أوروبا وبيشتغل بنظام وعارف امتى مباريات أوروبا، لو في لقاءات في أوروبا أو لقاءات الدوري بيبقى عارف الميعاد ومفيش مؤجلات ومفيش ضغوطات، ازاي لاسارتي ممكن يتعامل مع ضغوطات المباريات في الثلاث مسابقات المختلفة، الدوري والكاس ودوري الأبطال؟ لا ما تقلقش، الميزه في الاجانب انه هيجيب الكتاب ويفتح الفارس فيشوف البلاد اللي اتحاداتها ملخبطه دي يتعاملوا ازاي. فالفارس هيطلع له بقى كل 72 ساعه، طب لو اجله هو هيشتغل طول الوقت يا عمر. مع الاجنبي ما تقلقش، صحيح هتبقى ضمن امانيه انه يعود لثقافته الاصليه اللي انت قلتها، انه يبقى عارف 10 ماتش على الاقل. مش هقول ده، الناس بتبقى عارفه الاجنده كلها والجدول كله، والتغيير ده يعني يلزمه انه يبقى يوم غريب جدا ما بيحصلش في اوروبا كل 20 سنة اذا حصل. لكن مع الخواجات ما تقلقش، هيرجع دايما للكتاب، والكتاب هيجيب له بقى اتحاد كرة بيأجل افتح صفحة 18، اتحاد كرة ما بيأجلش افتح صفحة 23، وهكذا هتسير الامور. مع وجود وفرة من اللاعبين هو هيخطط شغله على ده، عشان كده دي مش هتبقى مزعجة ابدا. كمان الخواجات ما بيسيبوش للنجوم فرصه بصراحه شديده كده ان هو يشكو الحظ ويندو بالارض والمطر والارتفاع عن سطح البحر وسطح العماره والكلام ده. يعني هل حضرتك شايف ان ضغط المباريات هيجبر مستر لاسارتي ان هو يكون عامل فريقين، فريق اول وفريق ثاني؟ عملها فايسا وعملها مانويل، عملوها كلهم في ظل ضغوط ربما يعني كانت اقل، بس اقل ايه 15% عن الضغوط الحاليه يعني. لكن عملوها هم، ده اللي تستبشر فيه النجاح اللي بيجي مصر نفسه، مش يخلينا احنا اوروبا، يخلينا احنا اوروبا في النظام، في النظام والالتزام والعمل. وده اقرب نموذج للنادي الاهلي، عشان كده خواجه بيجي النادي الاهلي بيتبسط جدا او بيكون سعيد بعمله. لكن اما بيمصر نفسه ويروح معاهم ويتمشوا وفي نفس الوقت يبقى حاسم وحازم وخواجه، ضمانة النجاح موجودة. طيب المباراة الأخيرة الأهلي بيتعادل مع الداخلية 2-2 في آخر وقت من المباراة، والأهلي بيخسر نقطتين، عنده الجمعة اللي جاية مباراة قوية جدا مع بيراميدز تاني الدوري. عايز أعرف رأي حضرتك الفني في تعادل الداخلية، وهل هو هيكون ضاغط على النادي وعلى لعيبة الأهلي لمباراة بيراميدز، وإزاي مستر لاسارتي هيتعامل مع المباراة فنيا؟ هو تعامل مع فنيا على فكرة. التصريح اللي قاله بعد الماتش لو أنت فاكره تصريح واضح جدا بعد كل التدوينات اللي كان بيدونه ده، قال لك لاحظت واعجبني شده وقوه لاعبو الاهلي وهم تحت ضغط فقد نتيجه المباراه، فاستمروا في ده للاخر. خد هو الايجابيه اللي هيبني عليها. اما فكره الضغوط الجماهيريه فمبدئيا الدوري طويل، واللخبطيطه في المحطه دي بتاع التاجيل قد تعصف باللي شايف نفسه في القمة بعد راحة طويلة فيفاجأ بماتش، ده اللي ريح زي بالظبط اللي ما ريحش فيفاجأ بإصابات وهكذا. الدوري طويل، أعتقد ده هيبقى ضمن حوار مستر لاسارتي مع نجوم الأهلي، إنك أنتوا لازم تشتغلوا، بس اجري وانت باصص قدامك، اجري وانت باصص قدامك، ما تبصش على باقي السبق حد بيحصلك ولا لأ، لأن أنت في ماراثون. الدوريات ماراثون طبعا، بتسبق وتسبق، تسبق وتسبق. اللي بيعرف يضبط الأداء هو اللي بيعمل كده عند البتاع الشريطة الأخيرة دي ويقوم قاطعها ويبقى بطل هذا
الماراثون. فاعتقد انه احنا محتاجين وقت ليس ضمنه الاهلي هيخسر الماتش الجاي فيبقى خسر طموحه في المسابقه، ولا الزمالك هيتعثر فيبقى زادت اسهم الاهلي، ولا الاهلي هيكسب فيبقى ركب الدوري. لا، هي متناقضات في كل الاحوال. ومن ثم انت تحتاج لكتله قد تكون 5 مباريات كامله للاهلي ومنافسيه تحكم على 15 نقطه قادمه، لانه ماتش زي الاهلي وبيراميدز ب6 نقاط، وهي ليست مباراه واحده في الموسم، دول مباراتين. صح. الاهلي والزمالك 6 نقاط اخرى، وهي مباراتين. الاهلي والاسماعيلي حتى لو لم يكن الاسماعيلي منافس على المربع، لكنها مباراه يمكن لاي من الفرق الكبرى انه يقع قدام الاسماعيلي، صح ولا لا؟ صح طبعا. يعني هناك مطبات في هذا الماراثون، او زي الحواجز بقى ما دام قلنا انه سباق، يعني مره ماراثون ومره سباق حواجز. وبالتالي انت من وجهه نظري برضه التي لا قيمه لها جنب الاداره الفنيه، انك تحتاج لكتله مباريات قد تكون 5 مباريات ب 15 نقطه ممكن يبقوا اضعاف، يعني ماتش بيراميدز ب6 نقط، ماتش زمالك ب6 نقط، عليك وعليهم، عليك كنادي اهلي وعليهم كمنافسين. وبالتالي انت تحتاج لهذه الفتره وهذه الكتله من المباريات علشان تحسب الحسبه بقى دي، ونلتقي ان شاء الله مره على خير بعد ده، تقدر ساعتها تقول تفسيرات كثيره جدا لكنها مغلفه بامكانيه. فريق بيراميدز الاول كان عنده قياده فنيه اجنبيه، وحاليا صحيح. هو عنده في اداره فنيه مصريه. عايز اعرف راي حضرتك الفني ما بين الادارتين، الفارق في الاجنبي والفريق يعني في المصري طبعا، بما انه هيواجه النادي الاهلي، هل حضرتك شايف النادي الاهلي فنيا يقدر ان هو يتفوق بالامكانيات وبالاسم وبالتاريخ وبالخبرات اللي موجوده، ولا نادي بيراميدز حاليا بما انه تاني الدوري ب 30 نقطه وعنده لعيبه، اكيد لعيبه على اعلى مستوى، لكن في الاول وفي الاخر يبقى اسم النادي الاهلي اسم كبير وعريق في الكره المصريه، وبالتالي المباراه تكون قويه، لكن الاهلي هل قادر على تخطي بيراميدز والفوز ب6 نقاط اللي حضرتك قلت عليهم؟ مؤكد. هناك اسماء عندما تسمعها او تسمع عنها حتى لو لم تكن مش من البر ده، تعرف في حسابات الكره ان الاسماء وخبراتها افضليه، اللي هم الكبار، الكلاسيكو، الديربي، اهلي، زمالك، حط الاسماعيلي لما بيبقى في حاله، حط مناوشين زي الاتحاد السكندري المصري، كذا ماذا، لكن في الاخر انت قدام طال الكلاسيكو رامي للاخرين، يعني طبعا فكره بقى القياده الفنيه من هنا وهناك هي فكره خاضعه لل 90 دقيقه، كيف ستدير ال 90 دقيقه؟ وكيف استعديت لل 90 دقيقه؟ لا يفرق فيها اجنبي ولا يفرق فيها مصري، يفرق فيها قيمه العمل نفسه. ايه القيمه المضافه اللي بيحطها الخواجه، او القيمه المضافه لو قلنا ان جهاز التوأم ممكن يكون هيبقى عنده استعدادات خاصه لمباراه الاهلي. اعتقد انه الاجانب بيفرق بيننا وبينهم بس ان مفيش حاجه اسمها استعدادات خاصه، لكن في استعدادات للقاء هام، لانه ب6 نقاط هو يبحث دائما عن تحصيل ما يمكن ان يكون حقوق بعد ما بيدي الحصص التدريبيه او يؤدي عمله، هو عايز بقى يشوف الحصيله بتبقى ازاي اداء ثم نتيجه في الملعب. نادي بيراميدز تاني اقوى خط هجوم بعد نادي الزمالك، 33 هدف نادي الزمالك، بيراميدز عنده 25، لكن عليه اكتر من نادي الزمالك عليه 13 هدف، هل حضرتك شايف ان خط دفاع نادي بيراميدز ممكن يكون في بعض السلبيات اللي النادي الاهلي يستغلها ويقدر ان هو يحسم المباراه من الاول، ولا استراتيجيه النادي الاهلي هتكون ازاي وجهه نظر حضرتك فنيه؟ استراتيجيه النادي الاهلي هتكون ان النادي الاهلي لا يمكن ان يتحاشى فريق تمام، لا محليا ولا قاريا ولا حتى في المباريات الدوليه الوديه اللي الاهلي لعبها، لا يمكن ان يبدا المباراه وهو في خوف من المنافس. عندما فعلها كارتيرون سقط الاهلي في تونس، اللي هو حسسك ان انا جاي عارف ان الترجي ده حاجه كبيره قوي، رغم ان هو يعني اذا قلنا على ابراج وكواكب الكره، لا، ما هو الترجي ده من كوكب كبير، لكن لا يمكن للنادي الاهلي ان يتعامل مع مباراه انها امام الكبير فلان، على العكس تماما، هو دائما ما يبدا المباريات باعتبار الاخر هو من سيلعب مع الكبير الاهلاوي، ومن ثم الخوف ما بيبقاش من المعادله دي، الخوف بيبقى من
التقصير او قله الاستعداد او قله الخبرات او زي ما كان الفريق مع انتهاء الموسم الماضي على فكره قليل النجوم. ومن ثم ده بيستكمل اهو. حضرتك عارف بالمناسبه احنا بنتكلم على الاهلي، الاهلي لعب 12 مباراه لسه ثلاث يعني بينه وبين الزمالك ثلاث لقاءات لم يلعبوا، وبالتالي الاهلي اقوى خط دفاع ما دخلش فيه غير 9 اهداف، الزمالك دخل فيه 10. فاحنا بنتكلم ان ان ان, إن الاهلي في ظل حتى الغيابات والاصابات وان اللعيبه مش بتلعب في مراكزها، الاهلي دخل فيه 9 اهداف بس، اقوى خط دفاع موجود في بطوله الدوري يليه نادي الزمالك ب 10 اهداف، فيوضح قيمه النادي الاهلي. عشان كده قلت لك انت توضح القيم الكبرى في كل الدوريات كده، وضربت لك مثل بالديربي او الكلاسيكو اللي هو فريقين ثم ياتي تصنيف بعدهم الحقيقه. الفرق بين المنافسين الاحمر والابيض هدف لصالح النادي الاهلي الذي يشكو جمهوره ومحبيه من خط دفاعه. ومن ثم لا تعديل الامور سهل يا عمر، ما هواش قصه كبيره يعني. طيب اخيرا عشان نقفل ملف الدوري، هل حضرتك شايف الاهلي قادر انه ينافس على بطوله الدوري لحد الوقت الحالي؟ في كل الاوقات الكبار قادرون، يس اور نو يس، نعم ولا لا نعم. انما ماذا سيقدم؟ مفيش بضاعه ببلاش، مفيش سلعه ببلاش، والسلعه بتاعت كره القدم المجنونه هي تملك ثمن باهظ، الانضباط، الالتزام، مزيد من الجهد. واعتقد ان الاهلي المثلث ده عنده طول الوقت. عايز اسالك بالنسبه للانضباط والالتزام، صالح جمعه راي حضرتك ايه في الفتره الاخيره اللي بيؤديها مع النادي الاهلي؟ انا بقول ان صالح جمعه اتغير، طيب، انسان طيب، متربي كويس، عشان كده ربنا استجاب لدعاء محبيه. اولا للامانه يعني، ودي ما فيش حد بيقولها، بس هتبقى اخر مره او اخر فرصه. صالح لم يعني يشذ بعيدا، يعني صالح ما كانش انطلق كده في حاله يصعب لمه، مش زي نجوم اخرين يعني، لا الحقيقه يعني هي اعمال شبابيه، دي شهاده لله يعني، لكنه قدر يفهم، ودعاء الاهل والطيبين ومحبيه ردوا له فكره النجومية واللي اداهوله ربنا، بس اللي هو محتاج ايه؟ عمل. ربنا سبحانه وتعالى يسألنا عن العمل اولا، مؤمنين بيه ولا لا؟ حتى ده موضوع بيحاسبنا عليه في الاخرة، لكن الدنيا بالعمل. وانا بقول لك صالح ان شاء الله ان شاء الله سيكون من نجوم هذا الموسم والمواسم القادمة. طيب نروح من النادي الاهلي والدوري المصري الى منتخب مصر وامم افريقيا. هل حضرتك شايف ان الاجتماع التنفيذي القادم اللي هيكون يوم 9 يناير يعني ان شاء الله يكون يحمل اخبار ساره بالنسبه لينا كمصريين، ان البطوله تنظم مره ثانيه بعد 2006 ونجاحات ان شاء الله، والجمهور اللي كان موجود بمختلف الاطياف ومختلف بقى يعني الانتماءات عظيمة. هل حضرتك شايف ان ممكن ان شاء الله مصر يكون ليها شرف تنظيم بطوله الامم الافريقيه القادمه؟ 90% ان شاء الله نبارك لبعض ان البطوله في مصر ان شاء الله ان شاء الله بملف الحياه تقدم بشكل محترم، برغبه من الاغلب الاعم في المكتب التنفيذي ان تقام المباراه في مصر، اللي هي لوحدها ضمانه نجاح، اللي هي حاله الامن فيها تساوي الكثير، اللي هي هم كزوار بيشوفوا ازاي الداخليه المصريه في الشارع 24 ساعه، ده ما بيشوفوش في اي بلاد على فكره طبعا. زوارنا الافارقه، وازاي كمان في جناح اخر اسمه قواتنا المسلحه الان هي جنبا الى جنب مع الشرطه المدنيه، ضمانه للبلد دي اللي بتحتفل، اللي اتعمل فيها يجي 200 ايفنت كبار، منهم اربع مؤتمرات للشباب يا رجل، فيهم الاف المدعوين من الشخصيات العظمى والشباب، لم تسجل حاله واحده، مش هقول لك بقى امنيه، من زهق ضيفك حتى يا عمر انه يزهق في المحروسه العظيمه دي. انما انت في بطولات هتتعمل مع احترامي لاي منافس تلعب وتروح، هنا ستلعب وستجد المصريين حولك، وستجد دوله من اعلى نقطه للنقط المنفذه كلها بترحب بالاشقاء. انا بقول لك هنبارك لبعض، ما تخلينيش بقى اقول اكتر من كده. طيب هل ممكن نبارك لبعض ان شاء الله بعد البطوله ما يتم تنظيمها، وان احنا نسمع قرار ان رسميا اقامه كل مباريات الدوري العام بجمهور وبالاعداد اللي يعني يتم السماح ليها من قبل الاستاد؟ كل سنه وانت طيب ومصر بخير في 2019. في عنوان يا عمر اسمه مصر الجديده من 30 يونيو 2019، ده اللي رجل اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا حمل راسه على كفه والذين معه لامن هذا الوطن. عشان كده بقول لك كل سنه وانت طيب، احنا في 2019 اللي البطوله دي معموله لاثبات ان مصر الامنه، جمهور الكوره
بكل الأرقام وانت ماشي كده رايح على المنظومة بتاعت ان شاء الله 2019 الكان او بطولة الامم ستزيد اعداد الجماهير. بعدها هنبارك لبعض على النص الثاني ان الجمهور الكرة في كل المباريات بدون عدد مسموح. يعني ده خبر اكيد يسعدنا ويسعد كل جمهور كرة القدم. حضرتك عارف ده انا باكده لك كمان ببعض المعلومات يعني. طيب ان الدولة تعمل على هذا الملف لان هذا الملف يعيد لمصر حقوق كثيرة تحاول خفافيش الظلام إخفاء. يعني اكيد الجمهور احنا بنسال استاذ عصام حضرتك عارف ان الجمهور هو روح كرة القدم واللاعب رقم واحد نادي الاهلي لما كان هو الزبون هو المحب هو العاشق هو الممول هو حاجات كتير قوي يا عمر. صح من غير الجمهور كرة القدم مفيش صناعة. ما حدش اتكلمنا عن صناعة. صح. لا مش بس ما ينفعش مفيش صناعة يبقى في ناس جايبة خيل حتى دول برضو بيبقوا عاملين رهانات جايبة خيل تتفرج عليها. طيب ده احنا عندنا منافس قوي في الامم الافريقية هو جنوب افريقيا. هل حضرتك شايف ان ملف جنوب افريقيا مع ان حضرتك اكدت لي وقلت لي ان شاء الله هنبارك ان شاء لبعض. الله هل ملف جنوب افريقيا ممكن يكون قوي؟ صعب يبقى اقوى من ملف مصر بجد يعني صعب. طب هل حضرتك ممكن تقول لي يعني سبب من الاسباب اللي ممكن الكاف يقتنع بالملف المصري الكاف لو لم يكن مقتنع ما قدمت مصر ملفها. مصر لا يمكن ان تدخل في اختبار لكن حاله واحده بس كانت تمنع مصر لو ان دوله عربيه وده اللي كان الموضوع في الموقف المغربي برضو من القيادة السياسية لغاية مسؤول كرة القدم لغاية كل الشارع المصري لا يمكن أن تمد يدك وإصبع المغرب مرفوع في اتجاه تنظيم بطولة أفريقية بل على العكس كنت ستكون داعم لده. صح. لكن الآن أنا بقول لحضرتك مصر لا تقدم مصر الجديدة اللي من 2013 لا تقدم إلا بحاجات مدروسة إلا بملفات واضحة ما فيش على البركة بتاعت زمان دي ولو أن برضو مصر كانت بتاخد بيها حقوق بطولات كثيرة يعني إنما نحن الآن في دولة كل شيء فيها مرتب يا كابتن عمر. طيب يعني عايز أسأل حضرتك على سؤال يمكن معلش حضرتك يمكن هقوله بشكل مختلف شوية. هل ممكن نقول إن علاقات مصر القوية في اتحاد الافريقي واتحاد الدولي هي اللي ممكن تكون سبب وتخلي ملف مصر قوي ولا ملف مصر قوي بالمحتوى اللي موجود جواه من ملاعب من امن من سلام مستشفيات طبعا من سلام طبعا طبعا من تدابير كثيره في مناحي الحياه زي ما قلت لك ان كل ضيوفك على الرحب والسعه مش يعني ما هو اصل الكلام يصعب في الحته دي مش هتقول لجمهور تونس ولا جمهور ناميبيا ولا جمهور اي بلد روح الساعه كذا عشان الشارع ده غير آمن عشان المنطقة دي مش عارف ايه مش الكلام ده في مصر مستشفيات على أعلى مستوى اللي محطوطة في الملف أنا بكلمك طبعا يعني. الملاعب بيننا وبينها شيء قد كده هو بالبلد يعني اسمه النجيل الخضر عشان نتكلم بصراحة وما أعلمه أن شركة وطنية اسمها استادات أدي أمارة بتعمل على الشق ده ويكون عندنا أحدث الملاعب الأغلب الأعم أن الأهلي حين يعود للعب في استاد القاهرة ستكون هذه الأرضية هي البداية أو البشارة إلى جانب ما تقدمه الآن شركة استادات من خريطة أنت ناقصك الملعب الأخضر ده وشوية مزيكا من الحيطة إن يبقى في كافيه من أول الكشري لغاية يا سيدي الستيك والمش عارف إيه بس كل الناس تلاقي هواها ده ما يحصلش إلا في مصر مفيش في مصر اللي معهوش ما يلزموش بالعكس في كل الفئات ده اللي هيميز الملف المصري جنبا الى جنب الى الترحاب الى هذه الحميميه في اللقاء. اللي انت قلته بقى الاول هو العنوان الرئيسي الا وهو علاقات مصر برضو منذ ان خرجنا والحمد لله من النفق الضيق في 2013 وهذا الرئيس السيسي بمصر الى حيزها الافريقي والعربي ايضا. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال او تصريح تقول لي حضرتك رايك فيه. الاستاذ الدكتور كرم كردي قال تصريح وقال ان ملف مصر ضعيف بسبب عدم وجود جماهير في المدرجات. راي حضرتك وتعليقك عليه؟ لا اقول له والله كلام حضرتك يا دكتور كرم ضعيف لانه ما حدش فيكم قدم دليل الخيرات في عوده الجمهور مع ان ده شغلكم لا شفناكم بعتوا بعثات ولا شفناكم تعاقدتوا مع شركات عالميه تيجي تحط المنظومه دي وسايبينها على كاهل الامن والقوات المسلحة وقد نجحوا 100% وانت عارف يا دكتور كرم ان الدولة تؤجل ملف الجماهير كاملة لان لاقي المسؤولين عن كرة القدم وفي القلب منهم
الاتحاد الأب الروحي ليس لديه مشروع لعودة الجماهير، الوحيد الذي قدم مشروع متكامل والحجز أونلاين زي كل العالم النادي الأهلي. صح. لا أعتقد أن هناك من قدم. صح. هتقولي بقى زي ما أنتم بتتصوروا كده في الملاعب لما بتروحوا تشوفوا الدربيات الأوروبية أنكم بتقولوا خدنا بتوع شركات عشان يعرفوا تشامبيونز ليج بيتأمن إزاي، عشان يعرفوا الأمريكان ليج بيتأمن إزاي، عشان يعرفوا أن شبرا ليج بيتألم. يعني أنت بيكلمونا لكن هم مش الاتحاد. أنت عارف مثلا الدكتور كرم يعني نقيب الصيادلة مثلا ملوش دعوه باتحاد الكرة، أقول ماشي، لكن أنت بتكلمني عن حاجة لازم أنت اللي تعملها. صح. غريبة شوية. أستاذ عصام شرفتني ونورتني واستمتعت بوجود حضرتك معايا. حبيبي يا كابتن عمر، أنا اللي بستمتع دايما لأنه يعني زي ما قلت لك أنت بتعمل حالة محترمة، إنه بتترك مساحة للضيف إنه يبقى موجود مع الجمهور يعني. يعني إن شاء الله أكيد هتبقى موجود معانا في حوارات أكثر بكتير على قناة النادي الأهلي بيتك ومكانك. كل سنة وأنت طيب يا رب، وكل العالم من مصر ومن قناة الأهلي 2019 كل الأماني تتحقق. وأنا بقول لك وبقول للجمهور العظيم إن شاء الله بإذن الله في 2019 الكان زي ما بيسموها أمم أفريقيا في المحروسة العظيمة دي إن شاء الله. طبعا دي كانت الفقرة الحوارية الأولى مع الأستاذ الكبير وناقد الأستاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. هنروح لتقرير مع محمد محمود لاعب النادي الأهلي الجديد، وبعديها نرجع نستقبل ضيفي وضيف حضراتكم الكابتن محمد اليماني نجم منتخب مصر ونادي الإسماعيلي الأسبق، علشان نعرف رأيه في الفترة القادمة من عمر الدوري المصري الممتاز.